السلام عليكم مشاهدي الكرام نتمنى لفيديو فيديو ديال اليوم تلقاكم في احسن الظروف والاحوال اليوم ان شاء الله غادي نحضروا مع بعضياتنا بغرير بدقيق القمح الكامل غادي نحتاجو له 300 غرام ديال دقيق القمح الكامل اللي يكون مغربل من النخاله ديالو هذيك الغليظه وغادي نستعملو 100 غرام ديال السميد ناعم جدا بالنسبه للسميد ممكن نستغناو عليه ونديرو الكميه كلها بدقيق القمح الكامل غير انا كنفضل نستعمل هذيك 100 غرام ديال السميده علاش لانها كتعطيني اون كولور زوينه للبغرير ديالي ما كيجيش اللون ديالو داكن او ان ميم طون كتوقفوا معايا ما كيجيش البغرير هكا معجن دونك هادو هما الجوج الاسباب علاش كنستعمل السميده كيف ما قلت لكم الا ما بغيتوش تستعملوها اكيد ممكن تستغناو عليها كندمجوا النوعين ديال الدقيق اللي عندنا وغادي نضيفو القياس ديال الملحة انا استعملت معلقه مع مراش ومعلقه كبيره ديال الخميره الفوريه كاضافه اختياريه ممكن تستعملوا الخميره انا استعملتها هنا فقط لانني كنت مزروبه وغادي نحتاجو المعلقه ديال الخل دونك غادي ندمج هذوك النواشف مع بعضياتهم وغادي نبدا في اضافه السوائل بالنسبه للسوائل انا ضروري جدا كنستعمل الحليب في البغرير ديالي علاش لانه تيغنيه الصراحه وتيلدته فاذا استعملنا الحليب كيجي كي المذاق ديالو زوين حسن من الا استعملنا غير الماء بوحديته ولكن ممكن جدا انكم تستعملوا فقط الماء الا ما كنتوش كتوفروا على الحليب هنا استعملت كاس واحد ديال الحليب الحليب يكون دافئ وغادي نستعمل جوج الكيسان ديال الماء طبعا هاد الكميه ماشي كافيه غادي نزيد من بعد غير كنبدا كنضيف الماء تدريجيا خلط، باش نعرف القوام المطلوب طبعا هاد الكميه ديال السوائل ما كانتش كافيه فغادي نضيف الكاس ثالث وغادي ندمج جيدا كيف ما قلت لكم نخلط ضروري جدا ما نضيفوش الماء دفعه واحده لاننا نقدر نفوتوا القياس ديال الماء فكنضيفوا تدريجيا وكنخلطوا مزيان 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 لان مني كنضيفوا الماء وكنخلطوا فهداك الدقيق راه كيتشرب دونك مني كنضيفوه المره الاولى ما كيعطيناش القياس بالضبط ولكن مني كنبدا كنخلطوا مزيان وكيتشرب لينا الماء كنقدروا نعرفوا لا تيكستور اللي حنا محتاجين دونك انا اكيد الكاس الثالث ما غاديش يكفي ديال ما فغادي نضيف لان البغرير آه ضروري يكون خفيف في المرحله الاولى لان من بعد من الاختمار كيزيد كي كيتقال واحد شويه والبغرير مني كيكون تقيل فكونوا على يقين اننا مني كنجيو نطيبوه ما كيتنفخش معانا وما كي يعني ما نهائيا دونك طيب هنا ضفت الكاس الرابع غادي نخلط جيدا ومن بعد ضروري جدا انني نحول كل شيء في الميكسر ونطحنه لمده ديال 10 ديال الدقائق على الاقل من بعد ما طحنت البغرير ديالي غادي نفرغو فداك لو ريسيبيون لي ديجا خدمت فيه اولا لي خلطت فيه في الاول كيكون هذا هو القوام ديالو لاحظوا معايا راه القوام ما كيكونش كثيف جدا لان كيف ما قلت لكم من بعد الاختمار اكيد غادي يزيد يتقال على هكايه الا آه حسينا به ثقيل على هذا على هذا القياس اللي عطيتكم ما ترددوش انكم تضيفوا واحد شويه ديال الماء فهذا هو القوام ديال البغرير سورتو ديال القمح لانه الا آه كان ثقيل بزاف كيف ما قلت لكم راه ما كيتنفخش وما دونك هنا غادي نضيف ساشي واحد ديال الخميره الخميره هنا في هذه الوصفه ماشي ضروريه هي فقط اختياريه انا استعملتها لان ما كانش عندي بزاف ديال الوقت استعملتها باش تسرع ليا يعني الاختمار ديال العجين الا كان عندكم نتوما الوقت فغادي تخليوه دو كوطي في الكوزينه وتغطيوه يعني واحد 30 حتى ل 35 دقيقه راه كيكون واجد هاد الوصفه انا عندي راها معتمده يعني دايراها ومعاوداها ودايرها ومعاوداها دونك كنعطيكم التفاصيل بالتدقيق من بعد ما ضفت هذاك لو ساشي ديال الخميره غادي نضيف عليه معلقه ديال الخل ابيض باش يسرع هذاك التفاعل ديال الخميره مع الخل يسرع ليا الاختمار فقط دونك نتوما الا ما استعملتوش الخميره الكيماويه غديروا فقط هذيك المعلقه ديال الخل وغتسكوفريو الغيسيبيون ديالكم وتخليوه حتى يخمر وطيبوه دونك انا هنا من بعد ما غادي نضيف هذه الخميره والخل غادي نغطيه واحد عشرة ديال الدقائق على ما نغسل الماعن ونوجد لو بلون دو طرافاي ونتلاقاو باش نطيبوه هذا هو الخليط ديال البغرير ديالي من بعد ما كيختمر كيصبح على هذا الشكل هذا فكتلاحظوا انه تقال يعني هنا كي باش كنعرفوا خمر اولا كيبانوا لنا واحد الفقاعات اللي كتكون كثيفه في الوجه ديال ديال العجين ديالنا فهنا راه كنعرفوه راه واجد غادي نبداو كنطيبوه غادي نخلطوا اكيد باش هذيك الرغوه اللي كتكون الفوق تدمج مع الخليط كله طبعا المقله اللي خصنا نطيبو فيها اكيد تكون خاصه بالبغرير وتكون ما كتلصقش باش هكا نحصلو على نتيجه مرضيه وهنايا اثناء الطهو فالمقله كيف ما قلت لكم خاصها تكون ما كتلصقش كندير القياس يعني مغرفه على حساب القياس ديال المقله بالنسبه للمقله هنا اللي استعملت لو ديامتر ديالها راه ما كيتعداش واحد 18 سنتيمتر كندير قياس ديال المغرفه ديال ديال الخليط العافيه ضروري فاش يعني فاش كنخويو العجينه ديال البغرير العافيه خصها تكون مجهده في الاول لان مني كتكون العافيه مجهده كي كيتقب البغرير ديالنا بسرعه و يعني غير كيبدا كي كيتقب بحال هكاك صافي كنقصو من العافيه وكنخليوها تكمل الاستواء ديالها انا الا لاحظتوا انا ما استعملتش السكر او لا العسل في العجين ديال البغرير الوغ كاينين الوصفات اللي كنشوف كلهم كيستعملوا كي يا اما السكر يا اما العسل انا ما كنستعملهمش علاش لان السكر مني كنطيبو البغرير ديالنا فدغيا كيتحمر من التحت وكياخذ لون فمني كنخليوه فوق البوطه على ما كيكمل الطياب ديالو كنلقاو بان البغرير من التحت يعني تحمر بزاف وما بقاش عنده ديك لا كولور اللي كتكون دوغي كت يعني كتولي مائله لانها تكون ماغو انا هذا الشيء علاش ما الصراحه السكر هو ما, كي ما يعني ما كيدير كي حتى شي اضافه في البغرير فقط كيبدل له اللون ديالو مني كيكون كيطيب غادي نستمر بنفس الكيفيه حتى نكمل الكميه اللي عندي كامله ومن بعد نتلاقاو باش نشوفوا الكميه اللي حصلنا عليها ونشوفوا النتيجه ان شاء الله وهذا هو البغرير ديالي من بعد ما كملت الطياب ديالو كيجي بهذا الشكل هذا كتلاحظوا بان يعني كل ما شاء الله متقب ما كتجيش زعما وحده متقبه وحده لا الحمد لله ما كتضيع فيه حتى حبه نهائيا وحتى لاكولور ديالو كتجي هكا مذهبه ما كتجيش داكنة بحال الا استعملنا غير دقيق القمح بوحديتو ولو ان دقيق القمح راه كيكون صحي اكيد الا استعملناه بوحدو ولكن كتبقى اضافه قليله ديال السميد فما كتضرش دونك كتجي بهذا الشكل هذا كتلاحظوا القوام ديال البغريره يعني كتجي هكا واقفه ما كتجيش معشنه ولا ملكده نتمنى لاغوسيت ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم وتطبقوها حتى نتوما فاحنا داخلين على ابواب ديال الدخول المدرسي اكيد غادي نحتاجوا بزاف ديال الوصفات هكا الفطور ولا الكوتا للوليدات ما تردوش ان شاء الله اننا نجربوا هاد الوصفه فاذا عجباتكم ما تنساوش انكم تخليو لي لايك شير لا فيديو و للقناه بالنسبه للناس اللي مازال ما مشتركينش خليت لكم الراحه